مثل ما لكم شايفين انا هلا رايح لاهم مشوار بحياتي لحد اللحظه هي. قلت له قريت بالعنوان انا رايح شو عامل بيتر؟ انا مش عارف صرت تعمل ايه لا انت عارف انا شو عامل ايه، انا رايح اخطب ماشي، بس ما راح لكم مين راح اخطب او لا مبين يمكن من العنوان تبع الفيديو. انا رايح اخطب شهد يا جماعه، انا وشهد صرنا سوا سنه ونص ويا سبحان الله صارت، واليوم ان شاء الله راح ادقق يا هل يقول لك انا رايح اخطب مين؟ راح اخطب شهد هيك اعطيك اياه كانه رايح يجيب كيس بطاطا من السوق. اتقدم لا بس تخيل تقول لي لا. ما انا ده اللي انا عايز اعرفه، هو احنا دلوقتي انت قايل لها مش قايل لها حاجه صح؟ لا بس انه بنحب بعض يعني سوا، فطبيعي اي شخصين بحبوا بعض. اذا واحد منهم تقدم شو واحد منهم اذا الشاب تقدم للبنت، البنت راح تروح. ايوه بس البنت عارفه انك هتتقدم؟ البنت ما بتعرف. ترى عاد انه البنت تتقدم برضه للشاب عادي مره. شهد ما عارفه ولا اي شيء يا جماعه، انا هلا رايح للوكيشن محل ما همه. انا رايح لها بطرون مكشم يعني كل شحاد اقسم بالله.